الآن يجب أن يفسر هذا القرآن، وهذا هو القرآن الذي تحتاجه أمريكا وأوروبا وليس القرآن الآخر. يعني هذه الأشياء يعني، ولا زالت بعض الروايات حول الإسراء والمعراج أنه فطرق الباب السماء الأولى ثم قالوا من قال محمد؟ قال أو بعث لها، يعني خزعبلات هكذا يرويها الناس في هذه الأشياء. يعني سبحان الله، والله سبحان الله، لا زال الناس يقرؤون هذه الأشياء.